صناعة السياحة يا أتراك حرام ولا حلال؟ الاقتصاد التركي قايم جزء أساسي فيه على السياحة. إحنا وإحنا بنستعيد صناعة السياحة وبشكر الجهود والمبادرات ديت، أنا بستعيد صناعة تعد من أعلى مصادر الدخل القومي. أنا بشكر المبادرات اللي بتعمل وأنا جاي أساعد في هذا الأمر باعتبارها صناعة يعمل فيها عمال، وأيضا تشجيع المشاريع الصغيرة، وأرجو أن ننشط في هذا الاتجاه لغاية ما نستعيد، وده خطوة بتعملها الحكومة، نستعيد مصانعنا اللي شغالة بربع طاقتها فقط، وفي خطة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها. ولما تشتغل المصانع بكامل طاقتها بدلا من ربع طاقتها يعني هتحتاج عمالة إضافية زيادة، ناخد من العمالة المفصولة، ناخد من العمالة اللي قاعدة بلا عمل. أما هنعمل دوت أنا أعتقد يبقى بنبني البلد. اللي مؤمن معانا بالكلام ده يجي يبني معانا، اللي مش مؤمن بيه يبقى أخطأ الطريق. البلد دي محتاجة عشان تسترد استقلالها الحقيقي وتقدر تقول لأ للتخين وما ترهبهاش الدعوات إياها اللي انتوا سامعينها. لازم تبني صناعتها، ولازم صناعتها أيضا تتبني، ولازم فلاحها ياخد حقه ببلده. دي أول خطوات. الحكومة اللي موجودة على الرغم إنها مسمى حكومة انتقالية إنما عليها دور أساسي في وضع أساس للحكومات القادمة من أجل أن تسير عليه، مش عكس اتجاه الثورة، لا، في اتجاه الثورة وفي اتجاه الشعب المصري وليس عكسه.